السيسي ينعى شهداء حادث المنيا ويؤكد أن مصر ستقف قوية دائما أمام التطرف والإرهاب. رئيس مجلس النواب يؤكد دعم البرلمان الكامل للدولة في حربها على الإرهاب. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن واشنطن ستصنف 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها على إيران. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أسعدتم أوقاتا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حادث المنيا لن ينال من إرادة مصر في استمرار معركتها للبقاء والبناء. وشدد الرئيس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر على مواصلة الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجناة، معربا عن حزنه الشديد لسقوط شهداء في هذا الحادث الذي يستهدف النيل من نسيج الوطن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور في افتتاح مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى الشباب في نسخته الثانية، طلبهم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث المنيا. وأكد الرئيس في وجود شباب من مختلف أنحاء العالم أن مصر تقف قوية دائما أمام التطرف والإرهاب. كان الرئيس قد أجرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيه عن خالص التعازي في شهداء الحادث الإرهابي. وفي وقت سابق كان مصدر أمني قد أفاد باستشهاد 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين في هجوم استهدف حافلة تقل أقباطا بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا. وقال المصدر إن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، مضيفا أن الطريق الرئيس للدير مغلق طبقا للتعليمات الأمنية نظرا لخطورة موقعه في الظهير الصحراوي وانقطاع شبكة الاتصالات في محيطه. وأضاف المصدر أن الضحايا استخدموا دروبا فرعية للوصول إلى الدير، مشيرا إلى أنه تتم الآن عملية ملاحقة منفذي هذا الهجوم. وقد أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة شمال المنيا وكذا فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا إلى موقع الحادث الذي استهدف أتوبيسا كان يقل مجموعة من المواطنين الأقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه وكيفية وقوعه والانتقال إلى المستشفيات التي يوجد بها المصابون لسؤالهم والاستماع إلى شهاداتهم عن ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن. وقد نعى رئيس مجلس النواب علي عبد العال ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي بالمنيا. وأكد رئيس المجلس في بيانه أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة وأمن واستقرار المصريين لن تفت في عضد النسيج الوطني ولن تزيد المصريين إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب، مشددا على دعم البرلمان الكامل للدولة وجهود الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب. وقد نعى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شهداء حادث المنيا الإرهابي الذي وقع اليوم، مؤكدا أن هذا الحادث لن يزيد المصريين إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب الأسود واستكمال بناء دولتهم. كما أجرى رئيس الوزراء اتصالات مع الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات الحادث، حيث أجرى اتصالات بوزراء الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمصابين ولأسر الشهداء، وكذا العمل على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. وقد أكدت وزارة الخارجية أن حادث المنيا الإرهابي لن ينال من وحدة الشعب المصري، بل سيزيده إصرارا في مواجهة الإرهاب ومواصلة التقدم. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد حافظ في تغريدة له على موقع تويتر أنه لا توجد كلمات تصف هذه الحالة من
تدني معنى الإنسانية معربا عن تعازيه في شهداء حادث اليوم. وقد أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف عددا من المواطنين الأقباط الذين كانوا في طريق عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مؤكدا أنهم مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية. كما أكد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الدم المصري واحد لا تفرقة فيه بين مسلم ومسيحي، مشيرا إلى أن الاعتداء على الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة. كما استنكر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الاعتداء الإرهابي الآثم، مشددا على أن الاعتداء على أي شخص على أرض مصر إنما هو اعتداء على المصريين جميعا. وقد أعربت الهيئة العامة للاستعلامات عن أحر تعازيها لأسر الضحايا من المواطنين الأقباط وللشعب المصري بأكمله في الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع في محافظة المنيا. وأكدت الهيئة أن هذه الجريمة هي محاولة يائسة ودليل ضعف وعجز لقدرات الإرهاب الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة على أرض مصر بعد نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 في تأمين حدود مصر في كافة اتجاهاتها الاستراتيجية. وقد نعت إدارة منتدى شباب العالم ببالغ الحزن شهداء الحادث الإرهابي بالمنيا. وأكدت إدارة المنتدى في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشباب وإصرارهم على المضي قدما لرفعة شأن الوطن وخلق مستقبل أفضل للمصريين. قطعت وزيرتا التضامن الاجتماعي والصحة مشاركتهما في منتدى شباب العالم وتوجهتا إلى محافظة المنيا لزيارة مصابي حادث دير الأنبا صموئيل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها توجهت وزيرة الصحة لمحافظة المنيا بتوجيهات من رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لأسر المصابين والشهداء. وقد أدانت دول عربية وأجنبية عدة حادث المنيا الإرهابي وأكدت تضامنها الكامل مع مصر في مكافحة خطر الإرهاب. Thank you.
تنطلق غدا فعاليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 5000 شاب وفتاة من نحو 160 دولة. ومن المقرر أن تناقش جلسات المنتدى الذي يعقد في دورته الثانية محاور السلام والتطوير والإبداع ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب ودور قادة العالم في بناء واستدامة السلام. وقد أكد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري في اتصال هاتفي سابق لإكسترا نيوز حرص الوزارة على استقبال وفود منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ بشكل يليق بالحدث العالمي. كل العاملين في قطاع الطيران المدني حريصين ان هو يبقى المنتدى في شكله المتعود عليه دايما اللي هو شكله الرائع دايما. بالنسبة لنا كقطاع الطيران المدني بالتأمين الوفود كلها بأقصى درجات التأمين، احنا في أعلى درجات الاستعداد بالنسبة لمطاراتنا كلها بشكل خاص زي ما قلت حضرتك اللي هو القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ. في فرق عمل موجودة على مدار الساعة الـ 24 ساعة عشان نسهل وعشان نيسر وعشان التأمين يبقى على أعلى مستوى من قطاع الطيران، وبالاشتراك طبعا مع وزارة الداخلية اللي بتقوم بجهد رائع طبعا معانا. قبل المنتدى طبعا كان في جهد رائع من زمايلي وولادي في قطاع الطيران المدني للتجهيز للمنتدى، واعتقد كل اللي زاروا القاهرة الدولي واللي زاروا شرم الشيخ شافوا الجهد اللي بذلوه زمايلي وولادي في قطاع الطيران. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أنه تم الدفع ب 45 سيارة إسعاف مجهزة في مدينة شرم الشيخ إضافة إلى سيارات مكافحة العدوى للحالات الحرجة خلال فعاليات منتدى شباب العالم. وخلال تفقدها المركز الإقليمي للإسعاف بمدينة شرم الشيخ قالت وزيرة الصحة لإكسترا نيوز إن هناك 75 سيارة إسعاف بالمحافظات المجاورة لشرم الشيخ للاستعانة بها عند الحاجة، علشان نشوف مدى الاستعداد. احنا بالاضافة للتأمين الطبي والاسعاف في شرم الشيخ في الايام العادية احنا اضفنا 45 سيارة اسعاف وست سيارات تدخل طبي وست سيارات لنقل الحالات اللي فيها عدوى شديدة. اطمننا ان المنظومة كاملة وان الناس متدربة وان كل واحد عارف في الخطة هو هيعمل ايه بالظبط. وقد أوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن أكثر من 6 ملايين مواطن شاركوا في مبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. إطلاق المبادرة وأول يوم في المبادرة والمرحلة الأولى أطلقناها يوم الاثنين 1 أكتوبر من الرويسات، مركز صحي الرويسات في جنوب سيناء. بنهاية الشهر الأول كنا عملنا مسح لأكثر من 6.5 مليون نسمة في 9 محافظات اللي منهم جنوب سيناء. نتائج كويسة جدا، احنا 6.5 مليون نسمة في شهر في 9 محافظات، اقبال من المواطنين جيد جدا وتفاني من القوى البشرية العاملة على هذا المسح، وده في تنسيق عالي جدا، وده بيثبت ان الدولة المصرية لما تحب تعمل حاجة وكل الناس ممكن تجتمع على هدف سامي كبير. كل الناس يعني ما بنشوفش بقى المشاكل الفئوية ولا التحديات المالية، كل الناس بتشتغل مع بعضها من أول السادة المحافظين إلى التنفيذيين لوزارة الصحة في المكان إلى المستشفيات الجامعية وكل الناس. المجتمع المدني طبعا له دور. 6.5 مليون في شهر واحد ده شيء يعني كبير جدا. نشاط مكثف للرئيس السيسي على مدى الأسبوع شهد زيارة للرئيس إلى ألمانيا، حيث كان هناك برنامج عمل مكثف عقد فيه الرئيس السيسي سلسلة لقاءات سياسية مهمة جاء في مقدمتها القمة المصرية الألمانية مع المستشارة أنجلا ميركل، التي عكست اتفاقا وتوافقا في الرؤى إزاء العديد من القضايا الحيوية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكذلك مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. أسبوع جديد كثفه من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهوده لتثبيت وتعزيز علاقات مصر إقليميا ودوليا. بدأ الأسبوع بمباحثات هاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تبادل خلاله الرؤى حول قضايا الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي اليوم التالي استقبل الرئيس وفدا من برلمان ألمانيا الاتحادية برئاسة رئيس لجنة التعاون الاقتصادي، حيث استعرض السيسي الجهود الضخمة التي تبذلها مصر لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، خصوصا في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدد من دول الجوار. كما استقبل السيسي نائب الرئيس الصيني وانغ تشي تشان، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لدفع وتعزيز الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الأخرى. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سالفا كير، شدد السيسي على مساندة مصر لمختلف الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية، كما أكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي. الحدث الأبرز الأسبوع الماضي كان الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى ألمانيا، والتي استمرت 4 أيام أجرى خلالها العديد من اللقاءات. ففي اليوم الأول سلم رئيس مؤتمر ميونخ للأمن دعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال الدورة القادمة للمؤتمر العام المقبل بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. كما استقبل السيسي في مقر إقامته ببرلين عددا من رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، حيث أشاد الرئيس بتطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية في المجال العسكري والأمني. وفي مستهل اليوم الثاني زار الرئيس السيسي قصر الرئاسة الألمانية، حيث كان في استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي أكد حرص بلاده على دفع التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومساندة الجهود المصرية في سعيها إلى تحقيق التنمية. كما بحث الرئيس مع رئيس البرلمان الألماني التنمية الشاملة في مصر وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما شارك السيسي في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية بحضور وزير الاقتصاد والطاقة ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيين، حيث أعرب عن تقدير الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص مصر على استمرار وتطوير تلك الشراكة مع اقتراب قيمة التبادل التجاري من 6 مليارات يورو. وأشاد السيسي خلال لقائه وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير بتطور العلاقات المصرية الألمانية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. ورحب الرئيس بعقد الدورة 5 للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة. كما استقبل في مقر إقامته وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولر، مؤكدا تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية في ظل ما تشهده البلاد من تطورات إيجابية نتيجة للإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه. وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب لصناعة الأسمدة، أشار السيسي إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع الشركة في مجال تصنيع الأسمدة. وفي اليوم الثالث من الزيارة شارك الرئيس في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاستثمار في أفريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقادة الأفارقة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن تعاون مصر مع شركة سيمنز لإنشاء 3 محطات كهربائية. عقب ذلك أجرى الرئيس مباحثات قمة مع المستشارة الألمانية، وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن المباحثات شهدت استعراضا لعدد من الملفات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وألمانيا تمثل شراكة متنوعة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن القمة الثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب الرئيس عن تقديره لمواقف ألمانيا المساندة لمصر في حربها على الإرهاب. نعرب عن التقدير لمواقف ألمانيا المساندة لمصر في حربها على الإرهاب وقوى التطرف والعنف، حيث أكدنا خلال مباحثتنا اليوم أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب وما يمثله تهديد لشعوب العالم. واتفقنا كذلك على أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يمكننا من التعامل مع مختلف التهديدات. وقد استعرضت من جانب العبء الكبير الذي تتحمله مصر في هذا المجال انطلاقا من دورها ومواقعها ورسالتها عبر استضافتها لملايين اللاجئين، كما تناولت النجاحات الفائقة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن، وأكدت أن التركيز على الحلول الأمنية لهذه القضية دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المنشودة
ولن يفضي سوى إلى نتائج قصيرة الأجل. وفي اليوم الأخير من الزيارة شارك الرئيس في قمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، حيث أشار إلى التحديات العديدة التي تواجه القارة الأفريقية، وذلك اتصالا بتحقيق الاستقرار السياسي وتسوية النزاعات المسلحة ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف. كما عقد الرئيس السيسي 3 لقاءات منفصلة مع وزراء الخارجية والداخلية والنقل الألمان، حيث أكد في لقائه مع وزير الخارجية هايكو ماس أن التطورات والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط تتطلب مواصلة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول للأزمات القائمة. وأشاد في لقائه مع وزير الداخلية الألماني بالتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، لا سيما في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف. وفي لقائه مع وزير النقل الألماني أكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز التعاون للاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة في تحديث قطاع السكك الحديدية، فضلا عن التعاون في مجال تطوير نظم النقل المتكاملة متعددة الوسائط والذكية والصديقة للبيئة. وعقب وصوله إلى أرض الوطن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ. يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأحد في افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال افتتاح المعرض، حيث تشارك مصر كضيف شرف من خلال الجناح الوطني المصري والذي سيتم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء والرئيس الصيني. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 من هذا الشهر. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن الهدف من إقامة انتخابات للاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد هي إقامة تنظيمات شرعية يستطيع من خلالها الطلاب التعبير عن آرائهم وممارسة كل الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية. وقد تلقى وزير التعليم العالي تقريرا حول اليوم الأول لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد. أوضح التقرير أن المتقدمين هذا العام للترشح للانتخابات
بلغ 28,571 طالبا بمشاركة 156 معهدا إضافة إلى الجامعات الحكومية. افتتح محافظ الفيوم اللواء عصام سعد المهرجان الثامن لقرية تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بالمحافظة، ويتضمن المهرجان معارض لمنتجات الحرف اليدوية بقرية تونس، ومن المقرر أن يستمر المهرجان 3 أيام. قامت وزارة الداخلية بتنظيم حملة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة كلنا واحد لتوزيع بعض المساعدات العينية على المواطنين. في إطار المبادرة الإنسانية كلنا واحد التي تتبناها وزارة الداخلية وبرعاية رئيس الجمهورية، نظمت إدارة بحوث الاستثمار بمشاركة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية قافلة لتوزيع البطاطين والسلع الغذائية على المواطنين في المناطق الأشد احتياجا بالبحيرة، حرصا من وزارة الداخلية على رفع العبء عن كاهل المواطنين. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد كانت تضم أكثر من 10,000 قرص مخدر. إحكاما للرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد لإحباط مخططات العناصر الإجرامية، لا سيما تلك القائمة على تهريب المواد المخدرة، فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أكثر من 10,000 قرص مخدر اعتزم 3 أشخاص تهريبها في حاوية عبر ميناء غرب بورسعيد مشمولها المستندية قطع غيار سيارات، ونجحت في ضبط 2 منهم اعترف بجلبهما للأقراص المخدرة لترويجها على عملائهم داخل البلاد. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء الصراع الدائري في اليمن ووقف العنف بشكل فوري ودخول جميع الأطراف في محادثات دون شروط مسبقة، وناشد في تصريحات صحفية له أطراف النزاع في البلاد السماح بدخول الواردات التجارية والإنسانية مثل الغذاء والوقود والمواد الأساسية الأخرى. وقد وقعت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية شرقية مدينة الحديدة، كما سمع دوي انفجارات جراء تبادل للقصف المدفعي والصاروخي والاشتباكات في الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة. كانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت عدة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في محيط منطقة الكيلو 16 جنوب شرقي مدينة الحديدة. أكد المتحدث باسم قيادة التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي أن العملية العسكرية على قاعدة الديلم الجوية في صنعاء تمت وفقا لمعلومات استخباراتية، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي أن العملية تتفق وقواعد الاشتباك المعمول بها. العملية العسكرية شملت مناطق ومخازن إطلاق الصواريخ البالستية كما ذكرت، وأيضا الطائرات بدون طيار والأجزاء المساندة لإطلاق هذه المنظومات. كانت القوات المشتركة للتحالف اتخذت تدابير وقائية قبل البدء بتنفيذ العملية العسكرية. مطار صنعاء يوم أمس كان هناك 6 طائرات هبطت في مطار صنعاء. العملية العسكرية بدأت بالدلائل والمؤشرات عن تحضير الميليشيا الحوثية الإرهابية لهجوم إرهابي، وكان هناك نشاطات مشبوهة وكان في متابعة من منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع لفترات طويلة، وراح نستعرضها خلال الإيجاز بإذن الله تعالى. أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بجنيف جنادي جاتيلوف أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري أمر ممكن في حال تم إكمال تشكيل ما يعرف بالقائمة الثالثة من المجتمع المدني. وأشار جاتيلوف إلى أن بعض الدول الغربية تقف ضد إرسال مساعدات إنسانية أو إغاثية لإعادة الحياة في المناطق السورية المحررة التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، مضيفا أن روسيا بالرغم من ذلك ستواصل إلى الاهتمام الأكبر لمسائل تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا.
وقد اتهمت الولايات المتحدة روسيا برفض دعم إرسال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين قرب الحدود الأردنية. وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في بيان لها إن موسكو رفضت مجددا دعم إيصال المساعدات الإنسانية للمخيم بالرغم من الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة، معتبرة أن جميع الظروف باتت مهيئة لإيصال المساعدات للنازحين. عاد مئات النازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش من الجماعات المسلحة قادمين من لبنان. وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 3 حافلات دخلت من المعابر الحدودية مع لبنان، وعلى متنها مئات المواطنين السوريين الذين هجروا من منازلهم في أوقات سابقة من أرياف حمص ودمشق وحماة. في العراق أعلنت الشرطة مقتل 19 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأوضحت في بيان لها أن المسلحين قتلوا خلال مداهمة أمنية في مدينة مخمور، مشيرة إلى أنه تم العثور خلال هذه المداهمات على عدد من الأسلحة ومواد الإعاشة الخاصة بالمسلحين. تشهد منصة توقيع الكتب في الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 200 حفل توقيع للكتب من 19 دولة مختلفة. تتنوع المؤلفات في مجالات شتى، من بينها الشعر الفصيح والشعر الشعبي والرواية والدراسات والتاريخ والنقد الأدبي والترجمة، فضلا عن عدد كبير من الكتب. يستمر هذا المعرض حتى 10 نوفمبر الجاري، والذي يستضيف فيه الروائي أحمد مراد والشاعر مدحت العدل. الزميل محمد حداد موفدنا إلى إمارة الشارقة لتغطية فعاليات هذا المؤتمر، وفانا بهذا التقرير. تفضل. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم، وهذه المتابعة ورسالة تغطية معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 37 من دولة الإمارات العربية المتحدة. معرض الشارقة الدولي للكتاب بدأ فعالياته بالفعل يوم 31 من أكتوبر، وافتتحه سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وعدد كبير من المثقفين والأدباء والمسؤولين الحكوميين في عدد كبير من الدول العربية. معرض الشارقة هذا العام وفي دورته 37 يستضيف حوالي 200 كاتب ومؤلف لتوقيع رواياتهم وكتبهم ودواوين الشعر الخاصة بهم في منصة التوقيع الخاصة بمعرض الشارقة. لا يكتفي فقط معرض الشارقة بعرض الكتب والروايات ودواوين الشعر والموسوعات العربية والعالمية، ولكن أيضا استحدث به قسمين في هذه الدورة، قسم خاص بالطفل وقسم آخر خاص بالطهي. قسم الطفل يقدم العديد من الكتب الخاصة بالأطفال والألعاب أيضا الخاصة بالأطفال، بينما يقدم قسم الطهي على مدار أيام المعرض الممتدة من 31 من أكتوبر وحتى 10 نوفمبر الجاري عدد كبير من المأكولات والمشروبات على مستوى العالم العربي يقوم بها عدد من الطهاة داخل هذا القسم. بخصوص المشاركة المصرية داخل الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، فنجد جناح خاص بوزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للكتاب تحتوي على عدد كبير جدا من المؤلفات المصرية والعربية والعالمية، وتشهد إقبال كبير من رواد المعرض. كما ذكرت في البداية أيضا، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم كانت حريصة على التواجد في
حفل افتتاح المعرض، وكان لها تواجد كبير، وتحدث معها أيضا الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وأصر على أن تكون متواجدة بجواره في حفل الافتتاح في الصفوف الأولى، تقديرا لقيمة مصر وتقديرا لقيمة الثقافة المصرية. أيضا الكتاب المصريين والمؤلفين المصريين لهم تواجد كبير داخل معرض الكتاب، حيث ورش الكتابة أو الندوات والمحاضرات وتوقيع الكتب. نجد على سبيل المثال الكاتب والروائي المصري الشاب أحمد مراد، وعدد من الفعاليات يشارك بها داخل معرض الشارقة للكتاب، حيث قام بتوقيع روايته تراب الماس، وأيضا شارك بعدد من الورش عن الكتابة وعن كتابة الرواية تحديدا داخل أروقة معرض الكتاب، وتحديدا في ملتقى الأدب أو ملتقى الكتاب. بعد قليل مشاهدينا الكرام سوف يقوم الكاتب والسيناريست والشاعر المصري الدكتور مدحت العدل بتوقيع ديوان شعر يحمل عنوان شبرا مصر في الجناح الخاص بنهضة مصر داخل معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبكل تأكيد سوف نتابع معكم الفعاليات على مدار أيام المعرض الممتدة من 31 من أكتوبر وحتى 10 من نوفمبر الجاري، وبكل تأكيد سوف نتابع معكم أيضا المشاركة المصرية المتميزة داخل أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 37. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. من دولة الإمارات العربية المتحدة أحييكم. قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الهدف من إقامة مؤتمر باليرمو هو الإسهام في الاستقرار في ليبيا من خلال عملية شاملة تحت رعاية أممية. أضاف رئيس الوزراء الإيطالي أن العنصر الأساسي لنجاح المؤتمر هو مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسة في ليبيا، معربا عن توقعاته بمشاركة رفيعة المستوى من جانب الشركاء الإقليميين والأوروبيين والدوليين كالولايات المتحدة وروسيا، كدليل على تماسك المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة الليبية على حد وصفه. وقد بحث وفد عسكري ليبي مع مسؤولين بالاتحاد الافريقي بأديس أبابا الأوضاع الأمنية بليبيا ورؤية القيادة العامة للجيش الليبي خلال المرحلة المقبلة. سلم الوفد الليبي خلال اللقاء رسالة خطية من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن ستضيف 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها الموقعة على إيران. من جهتها نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات الموقعة على طهران.
عبر الهاتف ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي تريده الإدارة الأمريكية من سلوكها مع إيران؟ أن تحافظ على مسلك خشن يحفظ لها ما قالت أنه تعامل قاسي للغاية مع إيران ومع سلوكها، ولا تريد الحفاظ على أسعار النفط في معدلاتها الطبيعية وبالتالي الحفاظ على كميات أوفر من الإنتاج؟ لا، هو في الحقيقة موضوع البترول مش طرف دلوقتي. هو ترامب شخصيا يريد تضييق الخناق على تعاملات إيران المالية والنفطية على المستوى ده. يعني مثلا من الصعب على إيران إن هي مثلا تتلقى مبلغ ما من دولة اشترت منها البترول، يعني يخلي القطاع المصرفي الدولي يقاطع إيران. ده اللي عاوزه ترامب دلوقتي، وهتبدأ ملامحه بعد الانتخابات في ظرف اسبوع، وهتبقى في لهجه متشدده من واشنطن تجاه ايران. الولايات المتحده اظهرت قدرا من المرونه مع كوبا، الولايات المتحده اظهرت قدرا من المرونه مع ايران، كل هذا كان في حقبه الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما. حتى في ملفات عده كان الرئيس باراك اوباما يقدم منظورا فلسفيا او حالما ربما في اداره السياسه الخارجيه الامريكيه. على النقيض تماما ياتي الرئيس دونالد ترامب ليقدم سلوكا خشنا او خشن للغايه مع عدد من الدول، ربما تستثنى من ذلك كوريا الشماليه. ايهما يفضل المزاج العام الامريكي، السلوك الامريكي في حقبه اوباما ولا الاداء الحالي مع دونالد ترامب؟ لو في الحقيقة ترامب استغل إجراءات قامت بها إدارة أوباما لتبرير أفعاله الحالية. إزاي؟ يعني هو مثلا قال إحنا وقعنا اتفاق خاص ببرنامج إيران النووي، لكن هذا الاتفاق لم يؤدي إلى تغيير سلوك إيران، كان من ناحية سياستها النووية أو من الصراعات الإقليمية اللي هي طرف فيها، زي في اليمن، زي في العراق، زي في سوريا وغيره. فترامب يستغل تلك النقاط او الخطوات اللي تبعتها اداره اوباما ليبين للامريكيين ان سياسه اوباما. لكن يا دكتور نبيل، الاداره الايرانيه عندما اقدمت على كل تدخلاتها في النماذج التي ذكرتها في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن وما الى ذلك، قامت بكل هذه التدخلات وهي واقعه تحت الضغوطات وتحت العقوبات الدوليه، هذا لم يغير من الامر شيء. من يريد ان يلجم ايران في هذه الملفات يمكن ان يذهب الى قلب ميادين المعارك هذه ويستطيع ان يلجمها انشاء. الاداره الامريكيه هل تقصد بالفعل ان تخفض من مستوى النفوذ الايراني بهذه الاجراءات؟ الى حد ما ده اللي بيسعى ليه وزير الدفاع شين ماتس والرئيس ترامب نفسه. فانا اتوقع مواجهات او تجديد المواجهات الامريكيه الايرانيه بعد انتخابات اول اسبوع من نوفمبر، وهنشوفها. يعني اكيد طبعا هيكون فيها انعكاسات عن الازمه السوريه. انا اللي بقوله ان علشان ترامب يعمل كده عليه ان هو يستشير روسيا، لان روسيا حليف قوي لايران. هو ايران ترامب عاوز مواجهات مع ايران بدون ما يعادي روسيا، لان هو برضه بيحاول ان يحافظ على علاقات جيده مع موسكو. رغم أن العقوبات الغربية أصلا وما بينها العقوبات الأمريكية الموقعة على روسيا نفسها لا تزال سارية حتى الآن وربما تمدد أيضا. لا صحيح، دي نقطة مهمة. صح، دي نقطة مهمة. يعني كيف له أن يأتي ليطلب وساطة الروس في إزاء السلوك الإيراني وروسيا أصلا مدارة من العقوبات الأمريكية في مسلك مماثل تقريبا لنهجها مع إيران؟ لأن أمريكا ليها تعاملات كثيرة جدا مع روسيا. يعني موضوع العقوبات ده خاص بأوكرانيا، حتى مثلا تحقيق خاص في علاقة حملة ترامب بالحكومة الروسية ما زال جاري. نعم. اتهامات لروسيا بانها تدخل في الشأن الامريكي الداخلي عن طريق هجمات قرصنه الكترونيه، لكن الارهاقات ما زالت مستمره. لكنه يا دكتور نبيل حتى يغضب من بعض الشركاء او الحلفاء بين قوسين الاوروبيين الذين يتعاملون مع روسيا في مجال الغاز، وكان له تلميح واضح في هذا الاطار لانجلا ميركل عندما قال اذهبي واحصلي على الغاز الذي تريدين من روسيا انت تفعلي ذلك. الخلافات يبدو انها اوسع من فكره ضم شبه جزيره القرم او الازمه الاوكرانيه، مش كده ولا ايه؟ الى حد ما، بس هو ترامب بيختلف عن صديقيه سواء جورج دبليو بوش او باراك اوباما، ان هو عاوز يبقى فيه دور لروسيا في الصراعات الاقليميه. مثلا هو بيحاول دلوقتي ينهي 6-7 عقود من المنافسه مع كوريا الشماليه وينزع نزاح نووي. هو يفضل ان روسيا تضمن كوريا الشماليه على ان تضمنها الصين. فالعلاقات مع روسيا ما زالت موجوده. اعتقد ان هي هتكون طرف مهم جدا في تشدد الاداره الحاليه مع ايران، وبالذات بعد الانتخابات هنرى ملامح هذا التشدد قريب، وهنشوف ما ستقدمه روسيا كوسيط
لكن ما اعتقدش ان احنا في حرب ما بين امريكا وما بين ايران. شكرا جزيلا لك دكتور نبيل ميخائيل، استاذ العلوم السياسيه بجامعه جورج واشنطن، منضما الينا عبر الهاتف من العاصمه الامريكيه واشنطن. في مثل هذا اليوم وقبل 100 عام وواحد كانت بداية تنفيذ المخطط الاستعماري وسلب أراضي الفلسطينيين من شعوبها وطردهم منها تنفيذا لما عرف بوعد بلفور المشؤوم الذي يمكن نعته دوما بأنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في حادث طعن بالعاصمة لندن، وأوضحت الشرطة في تغريدة لها على موقع تويتر أن الحادث لا يتصل بالإرهاب ولا أدلة على استخدام أسلحة نارية فيه، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد على خلفية هذا الحادث. دعت روسيا وكوبا الولايات المتحدة لإعادة النظر في عزمها الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، واعتبرتا أن هذه الخطوة سيكون لها آثار سلبية كبيرة على الأمن العالمي. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوبي ميغيل دياس كانيل أن هافانا وموسكو تتفقان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مشيرا إلى أن تطابق وجهات النظر بينهما تجاه العديد من القضايا. تأكدنا على تشابه وجهات النظر بشأن مختلف المسائل، وأيضا قد أعربنا عن اهتمامنا المتبادل بتنسيق الخطوات المستقبلية في الحلبة الدولية، فإن كل من روسيا وكوبا كانت دائما تدعوان إلى تنفيذ واحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبما في ذلك احترام سيادة الدولة وأيضا مصالح جميع الدول وعدم قبول التدخل واستخدام القوة والضغطات والعقوبات وحدية الجانب. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تدعو دائما للحفاظ على المعاهدات الدولية، متهما سلطات أوكرانيا بتقويض اتفاق مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية. وطالب لافروف بضرورة تغيير أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين بلاده ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجالات عدة. الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تبقى تطالب بتنفيذ الاتفاق في السنة عام 2010 لتشكيل فضاء للأمن غير المتجزئ والشامل، وهذا وسنلتقي في والتقينا في ميلان في الخامس والسادس من ديسمبر، و ناقشنا حول إعادة إصلاح هذه المنظمة لإعادة التوازن سواء بين الكوادر والممثلين في هذه المنظمة، وأيضا تحدثنا عن أهمية مكافحة الهجمات في الفضاء السيبراني وتشكيل الآليات لحماية حرية الكلمة وحرية الصحافة وأيضا الصحفيين.
وإجراء وتنفيذ مشاريع كبيرة وضخمة وخاصة في المجال المعلوماتي في الفضاء الأوراسي وكذلك في المجال الإنساني مثل حماية القيم التقليدية ومكافحة النازية الجديدة. أشادت وزارة الخارجية الصينية بالمحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الصيني شي جين بين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الخارجية الصينية أن الطرفين أكدا ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه اتفق مع نظيره الصيني على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في بيونس آيرس نهاية نوفمبر الجاري، مشددا في الوقت ذاته على أن مباحثاته مع الرئيس الصيني سارت في اتجاه جيد بحسب تعبيره. وقد التقى الرئيس الصيني أيضا شي جين بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة بكين وسط مخاوف بشأن الأزمة المالية الباكستانية المتفاقمة وقدرتها على سداد قروض صينية ممنوحة كجزء من مبادرة الحزام والطريق. وتعهدت الصين بأكثر من 60 مليار دولار لإسلاماباد في شكل قروض واستثمارات للطرق والموانئ ومحطات الطاقة والمجمعات الصناعية. عقدت كوريا الشمالية مع نظيرتها الجنوبية محادثات ثنائية لمناقشة التبادل الرياضي بين البلدين في مكتب الاتصال المشترك في مجمع كيسونغ الصناعي بكوريا الشمالية لأول مرة. أوضح البيان الختامي أن الكوريتين اتفقتا على صياغة خطاب مشترك يبرز رغبتهما في استضافة الأولمبياد الصيفية لعام 2032 مناصفة بينهما مع تقديمه إلى اللجنة الأولمبية الدولية. أضاف البيان أن الكوريتين أعربتا عن رغبتهما في التخطيط للمشاركة في بطولة كرة اليد العالمية رجال بفريق كوري موحد العام المقبل. تواصل السلطات الإندونيسية جهودها في انتشال حطام الطائرة التابعة لشركة طيران لايون إير التي تحطمت في مياه البحر قبالة العاصمة جاكرتا وعلى متنها 189 شخصا. وقال رئيس هيئة سلامة النقل في إندونيسيا إن الجهود تركز الآن على انتشال الصندوق الأسود الثاني بعد العثور على الصندوق الأول الأربعاء الماضي. ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها. السيسي ينعى شهداء حادث المنيا ويؤكد أن مصر ستقف قوية دائما أمام التطرف والإرهاب. رئيس مجلس النواب يؤكد دعم البرلمان الكامل للدولة في حربها على الإرهاب. أمريكية تعلن أن واشنطن ستضيف 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها الموقعة على إيران. ختام هذه الجولة، دائما بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتقارير من خلال موقعنا الإلكتروني extranews.tv. إلى اللقاء بإذن الله.